اللي هو كورونا فيروس نهايه عالم، ماشي نهايه العالم، نهايه العالم حنا من العالم للعالم. اللي حصل لي الشرف باش نكتبوا مع الكاتب الروائي وجورناليست عبد الحق ناجي اللي هو صديق كبير ديالي على على هاد فترة كورونا كيفاش بدلات طقوس الحياة ديالنا، كيفاش غادا تتبدل طقوس الحياة ديالنا، كيفاش صدر واحد التلاحم ما بين الناس، كيفاش الناس حسوا براسهم لينا في الصحة ديالهم عالميا ما كاين حتى شي بلاصة اللي يقدروا يكونوا فيها ان سيكوريتي وعندهم واحد الطمأنينة على حسب لافير ديالهم والعائلات ديالهم، واللي فقدنا الاصدقاء والجيران والعائلات ديالنا واحد الفتره اللي كانت ديال الكونفينمون، وخلاتنا نعاودوا نشوفوا شنو هما المبادئ الحياه وشنو هما الاساسيات الحياه وكيفاش نقدروا نتعاملوا انسانيا ك ماشي كمغاربه ك سيتويان دو موند في العالم كامل باش نعتنيو بالصحه ديالنا، باش نعتنيو بالارض ديالنا، باش نعتنيو لو فوتور ديالنا ولا المستقبل ديالنا. كومون دير نشوفوا النتيجه ديال الامور اللي هي وقعت في هاد 2020 2021، حاش حنا مكملين وكاينين دابا دو نوفيل سوش ديال كورونا فيروس، واخا تنتسناو فارغ الصبر تنتسناو لو فاكسان باش يكون زعما واحد لافنيغ لي هذاك. دونك هو سي اون بونسي فيلوزوفيك، ستادير تي ما بين طبيب نفسي وان جورناليست اي اكريفان فيلوزوف اللي تيتكلموا على بزاف الحاجات، على الاطفال ديالنا اللي تبدلات، على الانسانيه ديالنا اللي تبدلات، على ليستوار ديال لا ديستانسياسيون تنقدروش نتقربوا من الناس نخافوا منهم، على خاطر حنا مغاربه اكثر عاوتاني حنا دون لي مود عربو مسلمان ولا دون السودان امريكا دو سود ولا افريك عزيز علينا نتقربوا من الناس وتنتقيسوا ما بيناتنا وتنتكلموا بيناتنا تنعنقوا مع بعضياتنا، تتلقى جار مع جار، كيفاش كلنا تبدلنا وكيفاش الاطفال ديالنا الحياه ديالهم تتبدلت، يمشيو دابا للمدرسه بالباسك اكسيتيرا، كيفاش العلاقات بين الازواج تبدلات، وكيفاش شفنا اشياء اللي هي ايجابيه في العالم اللي هي ما بعد كورونا، حقاش بحال تلبسنا حقيقه الحياه وحقيقه الانسانيه وحقيقه العالم، باش مابقاوش هي تنجريو في واحد العالم اللي هو دو كونسوماسيون وهي تنجريو بلا ما نشوفوا المبادئ الاساسيه، ريفيون شوز اسانسييل او فالور اسانسييل اللي هي كي ديفيني لاتر هومان و كي ديفيني الانسان. اي بوي ان ميم طون كاين ان بيلان اون بونسي فيلوزوفيك كونط ا لافنيغ، حقا باش مابقاوش نبكيو على واحد العالم اللي هو مشى ونتوجهوا لواحد العالم اللي هو جديد، وناخذوا كورونا بواحد الشكل ايجابي باش نبدلوا طقوس الحياه ديالنا وباش نشوفوا كيفاش نقدروا نتعاملوا في العالم الجديد. دونك كورونا فيروس لا فان داموند هو كتاب اللي كاين دو سوكسي بوكو دو سوكسي، اللي هو بالفرنسيه وعادي ان شاء الله يترجم للعربيه تري بيانتو. و فوالا اليوم معاش متواجدش معايا الاستاذ نجيب عبد الحق، تنهضر بسميتو فوالا جيسبيغ الناس يقراوه ويتكلموا يخمو معنا كيفاش نقدروا نبدلوا جميعا هاد، ولا كيفاش نقدروا نتعاملوا جميعا مع هاد الحياه الجديده مع عالم جديد ما بعد كورونا. شكرا دكتوره، كيف كيجبر لك المستقبل دكتوره من بعد التلقيح ان شاء الله؟ من بعد التلقيح بيان سور يدو ليسبوار، حنا كورونا الان الاشياء اللي هي الفترات اللي هي صعيبه جدا ولا لي كا غراف دو كورونا راه واحد النسبه قليله، بزاف الناس اللي تيديروها كورونا فيروس وتينوضوا، ولكن ديك النسبه قليله اللي تدير لي كا غراف تقدر تعيش اشياء اللي هي صعيبه جدا. هذا الكتاب حنا كتبناه بوندون لو كونفينمون، ولكن من بعد الاستاذ نجيب عبد الحق قعد له ان كا غراف دو كورونا فيروس اللي تي اوسبيتاليزي 35 جور، كيفاش لبغيتي لتمسنا كيفاش كورونا فيروس بحال قلتي طرح سؤال عالمي، حقاش ما في المغرب باغ اكزومبل لو فاكسان ولا كيفاش القضيه تصاوبات في المغرب راه غايتي افونغارديس، ستادير حسن يجي الكورونا في المغرب ولا يجيك في امريكان، حقاش دابا في امريكان سي دي كاسون بوك بلو غراف. دونك كلشي ماشي في الازدهار ولا في التكنولوجي ولا في بلدان اللي تتقول بلي هي متقدمه، لا ريدكسيون دي ريسك ولا لا بريفونسيون ولا الواحد كيفاش يتعامل ولا سميتو المسؤوليه ديال لي غوفيرمون، المسؤوليه ديال الواحد كيف فاس لي شوز اوبارافون احسن. دونك تنمشيو فواحد لا بغيتي واحد نوفيل فاسون دو بونسي لا سونتي،
ماشي لا سونتي ماشي هي ولا بد. كل بلاد عندها بي بي طالع وفلوس وعندها لي زوبيتو بزاف ولا لي كلينيك بزاف والاطباء بزاف. وي هذا شيء مهم وحنا محتاجين ليه والحمد لله عندنا دي جون كي سون دي سبيسياليست في المغرب وعندنا الناس اللي هما ضربوا كانوا تري ريسبونسابل فيزافي دو لا كريز سانيتير دو كورونا فيروس. ولكن عندنا aussi واحد لا ريسبونسابيلتي وعندنا واحد لا سوليداريتي. دونك المسؤولين تاعهم كانوا في كلشي في محلو اون ايتي لي برومي افوار ا بارلي دو فاكسان لا فاكسيناسيون ديال كلشي كي غراتويت. دونك هادو اشياء اللي خصنا حنا نلتمسوهم ونكونوا فرحانين نعيشوا في واحد البلاد اللي هي مسؤوله. اي اوجوردي اون فوا كو الحياه تبدلات وصدقت ديال الانسان صدقت توجور كون لا في لي نوفيل. ولكن هاد الادابتاسيون ما نقدروش نعيشوا بالمبادئ اللي هي ما قبل كورونا. ما نقدروش نعيشوا دو لا ميم مانيير. ما نقدروش نجريو دائما دايرين التكنولوجي ونجريو ورا اشياء يمكن هي اللي ماشي في بلاصتها. حقاش الوقايه لي ميزور باريير ولا ديستانسياسيون راهما اللي خلاونا نحاربوا الكورونا فيروس ان اتوندون لو فاكسان. و لو فاكسان اي اون بريفونسيون ماشي علاج. هو سي بور بريفينير باش الواحد لا كان لا تلقى بكورونا فيروس يكون الحاله ديالو تكون اخف ولا ما تجيش. دونك شوفه النظره على الصحه ماشي غير الصحه العضويه ولا الصحه النفسيه الانسان. خاش كورونا فيروس عنده سي واحد امباكت نيجاتيف سيكولوجيكمون كاين دي ديبرسيون ايتترا غراف بوست كورونا فيروس. كاين الصحه بعامه الصحه الاجتماعيه الصحه الاقتصاديه. حنا بالنا بينا راه ماشي نجري ورا الاقتصاد نجري ورا لا كونسوماسيون نجري ورا كل شيء مترابط وكل شيء انصامبل اي سي اون بارل دو تو. دونك البيئه ليكونومي لا سوسيتي لو كوبل لونفون. دونك هاد الاشياء تنتكلموا عليها بواحد الجانب اللي هو حقيقي صدق واحد المصدر اللي هو حقيقي واحد بالبال اللي هو واحد المصدر اللي هو فيلوزوفي وفيلوزوفيك وعندو ان رابور افيك لا بونسي باش نخمو في المستقبل ديالنا وكيفاش عالميا غنقدروا نتجاوزوا هاد لا كريس سانيتير. محمد قشورة باش كلمة قشورة للمرضى الان المصابين الان الوغ المرض كورونا فيروس انا عشتو مع العائله ديالي وعشتو مع ناس اللي هما قراب ليا بزاف. فاش يكون خفيف راه خفيف فاش يكون صعيب انت تكون هوسبيتاليزاسيون. وبعض المرات كاين ناس اللي تنفقدوهم في هاد في هاد المشاكل اللي تيوقعوا. الوغ عندي اون سول شوز تادير كل واحد دابا من يحس برواه ولا من يحس بملامح اللي هما يقدروا يبانوا له ساهلين خاصو يتوجه ويدير التيست. خاش مرض كورونا فيروس فاش تياخد مرض الكوفيد فاش تيتخاد بكري وتيكون علاج بكري راه ماشي كلشي تيدير اون فورم غاف بحال اللي تنقصو من لي ريسك. وكاينين اللي عايديرو دو توت فاسون دي فورم غاف خاصة تكون واحد الوقاية تتكون كيفاش. خاص الواحد اللي عنده سمنة يدير رياضة ينقص الوزن ديالو باش يطلع المناعة ديالو. اللي عنده سكر عائلي يكون يحاول يكتشف على السكر قبل خاش بزاف ديال الناس اللي داروا دي فورم دو كوفيد غاف وعاد لقينا عندهم بلي راه عندهم سكر ومناعة هابطة. دونك هادو اشياء اللي مع ميسان جينيراليست ولا ميسان فامي ولا اي واحد اللي عنده علاقة بلا سونتي لانفيرميري اللي نيمبورت كي ديال الوقايه اللي هي تتلعب واحد الدور كبير باش نقصوا من هاد النسبه ديال لي كادو كورونا فيروس كاف لا دو كوفيد كاف. كتبين الدكتور بان وقع لكم الضغط في هاد الايام ديال كورونا؟ كاينه خدمه بزاف على التجربه النفسانيه ولكن كاين شفنا الامباكت على ديال كوفيد على الناس على المراهقين وعلى الاطفال. كاين ادمان ديال الشاشات وادمان ديال لي زورديناتور داكشي خاص مابقاتش ديك الرياضه على برا كما كان قبل اللي تسد هذا الكونتاكت سوسيال. كاين المشكل ديال الادمان عند لي زادوليسون. كاين ماشي كومبورتمونطال ماشي سلوكي مي اوسي المخدرات. وكاين المشاكل ديال اللي هما تلقاو بزاف الاضطراب العصبي ولي زاتاك دو بانيك النوبات العصبيه والاكتئاب. حقاش الحياه تبدلات الناس مابقاوش يسافروا ما تيشوفوش الناس بواحد الشكل تيخافوا. اون بلوس كاين الخوف على الواحد يخاف على راسو يخاف على والديه يخاف على وليداته. لو بروجي ثيرابوتيك كون يسمى بالمشروع العلاجي الاشخاص اللي كانوا ضحيه كوفيد هو مشروع علاجي متكامل لا يقف عند العلاجات الجماعيه المتخصصه
بل يتعدى ذلك الى مجموعه من العلاجات الاخرى، كالعلاج عن طريق الفم، العلاج عن طريق الجسد او ما يسمى بالسيكوكوربوريه، الاسترخاء، لان كما نعلم ان هذا المرض لا شيخ ديال الاثار ديالو النفسيه، حيت هناك استعداد نفسي لدخول المرض، وكاين هناك هشاشه نفسيه، وهذا الهشاشه النفسيه ربما ان داء كورونا او اصابه بمرض كورونا قد فتح الهشاشه النفسيه، وبالتالي تعطي الفرصه للمريض باش يعرف بالفعل ويقف على شنو هما المسببات الاساسيه وشنو هما الخلفيات اللي ساهمت في الهشاشه النفسيه، وبالتالي تعبر عليها عن طريق مجموعه من الوسائل الداعمه كالفم كما قلت، استرخاء عن طريق الجسد، انشطه يدويه، ثم العلاجات الجماعيه وكذلك العلاجات الفرديه. احنا في الكابينه ولا في السونتر حتى ناخذوا المرضى اللي يدوزوا حالات ديال استشفاء ديال مرض كورونا، وكما تعرفوا ان مرض كورونا تيخلي واحد مجموعه من الانعكاسات النفسيه على المرضى المصابين بهذا الفيروس، وبالتالي خصوصا اذا كانوا مرضى تيعانيو من واحد الحشاشه نفسيه او متتبعي الطب النفسي والعقلي. داخل هذا الفضاء حنا تناخذوا المرضى في اطار العلاجات الجماعيه. شنو هما العلاجات الجماعيه؟ هما العلاجات اللي تسمح للمريض باش يهضر على التجربه ديالو داخل المستشفى اللي قام بها بالعلاجات الاوليه، وبالتالي تيهضر على التجربه ديالو مع المرض، وبالتالي تيحاول يكون يقبل هذه المرحله اللي كانت جد حساسه، وبالتالي يقبل التتبع لكل الانعكاسات النفسيه والجسديه اللي تديرها المرض. اذا تناخذوا حنا المرضى اللي تيكون عندهم واحد النوع من القلق والتوتر النفسي تسمى لو ستريس بوست تروماتيك، يعني القلق والتوتر النفسي المرتبط باحد الازمات الصحيه سواء كانت جسديه او عن طريق مجموعه من الاحداث او الظواهر. اذا داخل العلاج الجماعي تكون مجموعه من المرضى اللي تتقاسموا هذه التجربه ديالهم مع المرض، وكاخصائيين تكونوا اخصائيين نفسانيين اللي تحاولوا تاطروا هذه الجلسات بكل حياديه وبكل موضوعيه، وبالتالي تعطي الفرصه لكل مرضى على اساس انهم يتحدثوا عن التجربه ديالهم ويتحدثوا على المرض، وبالتالي يكون عندهم واحد لقاء مباشر مع التجربه الحسيه والمعرفيه والمعنويه، وكذلك كل السلوكات اللي تجي من هذه التجربه. اذا التقييم ديال المعالجين داخل الحصص الجماعيه تكون تقييم مبني على الملاحظه، ملاحظات طرق التواصل، استماع الى الكلمات اللي تنطقوا المرضى، وبالتالي الاصغاء الجيد للمعاناه ديالهم، والاكثر من ذلك الوقوف على درجه الهشاشه النفسيه، وهذه الدرجه ديال الهشاشه النفسيه اللي تعطيهم القلق، تعطيهم التوتر، تعطيهم الخوف، تعطيهم الحزن، او تدخلهم في حالات نفسيه اخرى. واش كما قلتي الستريس بوست تروماتيك دو الكورونا فيروس، واش ما كيفضحش شي حاجه كانت قبل، يعني استريس ولا شي هشاشه شي فراجيلتي اللي كانت قبل من هاد ليليمون ديكونشور؟ كما قلت ان بالفعل ان عندما تكون هشاشه نفسيه ما تكونش مطروحة، تكون عبارة عن هشاشة نفسية مسيرة، يعني كاين انجيسيون سو ستركتور فراجيل، ولكن تكون عوامل اللي تدخل من الهشاشة النفسية يسمى بلي ديكلونشور، يعني المؤشرات التي تفضح الهشاشة النفسية. بين المؤشرات ربما تقدر تكون صدمة عاطفية، تقدر يكون واحد حادثة سير، تقدر يكون استعمال مخدر، تقدر يكون فقدان عزيز، وكذلك يقدر الإنسان
خصوصا في هذه الظاهره في هذه البانديمي ديال كورونا، فضحات الهشاشه النفسيه، لانها فضحات الهشاشه النفسيه الاجتماعيه للمجتمع نتيجه الحجر، نتيجه العزله، نتيجه الضغط النفسي والاجتماعي والمادي. وبالتالي الانسان اللي عنده هشاشه نفسيه سيفضح بطريقه او اخرى من تجمعهم في كل هذه العوامل النفسيه والاجتماعيه والماديه اللي في واحد الوقت معين كان تيحاول يجاري هذه الهشاشه النفسيه عن طريق مثلا التصعيد او عن طريق ايجاد بدائل، يخرج يمشي للريستورون يشوف صحابو يلعب الرياضه وتيشغل الوقت ديالو. كلما كانت هناك عزله كلما كانت تفضح الهشاشه النفسيه، وبالتالي الانسان تيبقى في مواجهه مباشره مع الهشاشه النفسيه، معناتها يكون في مواجهه مع راسو وراسو تيفضح. ربما ان كوفيد نوضح الهشاشه النفسيه او عمقها، او كذلك ان حتى لو سيكل ديال بعض الامراض اللي كانت مثلا بحال الاكتئاب اللي كانت تبان لنا، حالات الاكتئاب اللي كانت تجي بشكل كثير في شهر 9 في سبتمبر في اكتوبر في الدخول المدرسي بعد العطله، الان وليت نحسوا بحالات اخرى ديال الفرط في النشاط للانسان اللي عنده ازدواجيه القطب، تنحسوا ان هناك واحد النوع من الفرط في النشاط، وبالتالي حتى لو سيكل ديال الامراض حتى هو تبدل. وبالتالي ان اللي ولا تيبان بزاف هو الحزن، هما اضطرابات القلق والتوتر النفسي العام، هما اضطرابات المزاج اللي تتبان في واحد الشكل من الاشكال. وهذا الجو العام اللي عاشوه المغاربه وعاشوا العالم كامل بمعنى يساهم بشكل اخر في فتح الهشاشه النفسيه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.